ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى نعمل حظوظه، يعني هتنفع شبابي اكتر، وممكن لو بناتي بقى نغير في الالوان وكده. هستخدم ليها خيط القطن ده اللي احنا عارفينه، هستخدم 2 طول كل واحد 50 سنتي، واحد تاني لون تاني طوله 80 سنتي، وخيط للقفل طوله 30. وهستخدم الخرزة دي، هنشوف هنعمل بيها ايه، احنا اشتغلنا بيها قبل كده. اول حاجة بقى همسك الخيطين اللي هما 50 سنتي دول. الاول يعني هقول لكم هتلاقوا فيديوهات كتير بخيط القطن تحت الفيديو في السهم الصغير اللي تحت الفيديو، وفي اول تعليق تحت الفيديو، وهتلاقوهم كمان في العلامة اللي شبه علامة التعجب اللي فوق الفيديو دي. وهتلاقوا كمان فيديو عن كل انواع الخيوط المستخدمة في الحظاظات بيظهر معاكم في اخر الفيديو، تضغطوا عليها يشتغل معاكم على طول. دلوقتي انا مسكت الخيطين اللي هما 50 سنتي والخيط التاني اللي هو طوله 80 سنتي ده، وهبدأ اشتغل بطريقة مكرمية. هجيبها من تحت، هجيب الخيط اهو من تحت الاتنين دول، واعمل طريقة مكرمية عادية خالص اهو اللي احنا متعودين عليها كده. بس انا بقى مش عايزة اضمهم كده على بعض، انا عايزة اسيب الفراغات دي، يعني بدل ما ازنقها وافضل اشد، لا انا عايزة اسيبها كده ايه فراغات شوية تبين لون اللون اللي تحتيها عادي. انا عايزاها تبقى بالشكل ده، يدينا شكل مختلف شوية. طبعا احنا عملنا طريقة المكرمية دي في فيديوهات كتير قبل كده، زي ما قلتلكوا هتلاقوا فيديوهات خيط القطن في العلامة اللي شبه علامة التعجب دي. نعمل كده طريقة المكرمية عادي خالص اهو. طبعا بنطول بقى الطول حسب ما احنا حابين، يعني كل واحد حسب ما بيفضل اهو كده. بصوا انا عملتها حوالي 10، يعني بتعدوا من هنا 1 2 3 4، يعني عملتها كده ايه حوالي 10. يعني بالنسبة لي حسيت ان هي طولها لطيف، يعني هتبقى المفروض شكلها كده. ومن هنا مش هنعمل اي حاجة، هنسيبها كده. هقص بقى الطرفين دول والصاهم بالولاعة عادي خالص. الطرف التاني اهو، المرة دي بقى هنعمل القفل بشكل مختلف. انا قلت بدل ما يكون هنا في الوش مكرمية ونعمل القفل مكرمية، نغير شوية. فايه هنساوي بس الاول كده الاطراف دي، كده ممكن تبقى طويلة اوي، فاحنا هنعمل ايه، نشد دي كده حبة حلوين، او يعني شايفين انا ممكن نحركها عادي زي ما احنا عايزين، عشان بس ما نبقاش ايه يعني خدنا الخيط كتير كده وبهدلنا الدنيا. لا نظبطها بس شوية اهي، او زاد معانا خيط اهو حتة حلوة ممكن نستخدمها في قفل بعد كده. هقصها بقى اهو، طبعا وانا بشد الفراغات دي اتعملت شوية، فبايدي اهو وايه هتتظبط عادي خالص اهي. تمام، انا بحب بصراحة طريقة المكرمية دي عشان احنا بنتحكم فيها براحتنا كتير جدا. يعني بصوا هجيب بقى الخيط التاني اللي هو 30 سنتي ده اللي هعمل بيه القفل، هلسع الاطراف عشان احنا هنعمل حاجة كده لطيفة وهندخله في الخرزة. انا استخدمت الطريقة دي قبل كده في فيديو قبل كده، هتلاقوه برضو في اخر الفيديو هيظهر معاكم، تضغطوا عليه يشتغل معاكم على طول. هنعمل كده الاول اهو، وبعدين انا ماسكه الخيطه وهجيب الاول الخرزه هحطها كده، شايفين الخرزه فوق الخيوط دي اهي، هحطها كده. وبعدين هروح جايبه بقى الخيط اللي هو 30 سنتي ده، هدخل حته صغيره كده تحت الخيوط كلها وتحت الخرزه نفسها، شايفين تحت الخيوط كلها وتحت الخرزه نفسها اهي، بصوا اهو. وهروح بقى جايبه الطرف الطويل ده وهلفه، شايفين من تحت هنا لفوق الخرزه كده 3 مرات، هلفه وادخل في كل الاماكن دي اهو، هنعمله 3 مرات.
تمام اهو، وادي التالتة اهي. وبعدين هروح عاملة ايه بقى، هجيب بقى الطرف اهو، الطرف اللي انا كنت بلف فيه، واروح مدخلاه من ورا كده في الخرزة، واروح مطلعاه للاخر كده، واروح مطلعه الخرزة خالص كده، واشد بقى جامد جدا، هنشد جامد على الاخر من الطرفين دول اهو. طبعا احنا كده عملنا قفل مختلف عن اللي كنا بنعمله في كل مرة، احنا كل مرة كنا بنقفل بطريقة المكرمية، لا المرة دي الموضوع مختلف شوية معانا. فبصوا بقى لما بمسك الطرفين اهي بتتحرك معايا عادي خالص، طبعا ايه الطرفين بتوع الخيط اللي احنا عملناهم دول احنا عايزين نقصهم علشان الدنيا ما تخربش معانا، لازم نلسعهم ونقصهم. ممكن انتوا تعملوها بلون مختلف علشان ما يكونش اول مرة لخبطة معاكم، فاعملوها بلون مختلف بدل ما ايه يكون كل لون واحد وتلخبطوا وتقصوا طرف تاني او حاجة، فخلوها بلون مختلف اول مرة عادي، يعني ممكن تعملوها بنفس لون المكرمية دي عادي خالص. خلي بالكم بقى ان انتوا تخلوا الخيط اللي ربطتوا بيه كده على فوق علشان ما تقصوش من بتاع الحظاظة نفسه، فاهمين يعني، خلوا كده ركزوا علشان تقصوا ده. هقص بقى الطرف التاني اهو، خلاص كده اهي، توسع وتضيق معانا براحتها خالص عادي، شايفين طبعا زي ما قلت لكم اهو قفل مختلف جدا معانا. طبعا بقى ايه بنبتدي نساوي الاطراف ونلسعهم بالولاعة زي ما احنا متعودين، برضو اهو نقص الاطراف كده من هنا، بعد كده بقى نعمل ايه ربطة من الجنب ده وربطة من الجنب ده زي ما اتعودنا عادي خالص. طبعا بقى ممكن نجرب الحظاظة دي برضو بخيط الستان تبقى حلوة جدا معانا، مش شرط يعني خيط القطن لو مش موجود عادي، خيط الستان يعني هيسد مكانه وهيبقى زي الفل. اهي الاطراف اهي، هقص برضو من هنا اطراف كده بسيطة من هنا ونلسع بالولاعة عادي برضو. ادي الشكل النهائي اهو، شايفين شكلها بقى جميل جدا ازاي، مختلفة كده وحاجة ظريفة خالص معانا. طبعا بقى الالوان والخيوط زي ما قلت لكم كل واحد براحته. ايه دي الشكل اهو، متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم.